عندي هاي البلانت الأصلية ما فيش فيها كنترولر. ها ما عندي كنترولر بالبلانت، بس رجعتها زي ما كانت. هاي الكي الأصلية اللي طلعت بالسيستم الأصلي حطيتها هون. هاي فيها البي والسي والاي والدي، أنا اعتبرته زيرو. أخذت من هون الأوتبوت اللي هو واي حطيته على أسيلوسكوب. هلا أخذت الواي من هون وطرحتها من مين؟ أو طرحت منها واي هات، فصار عندي هذا واي ماينس واي هات. هلا راح أضربه هون في ال، تمام. فال راح يعطيني فيكتور هون، الفيكتور بطرحه من اللي طالع او بجمعه للي طالع من بي، لانه له نفس الدايمنشنز. هون صار عندي هلا هذا، هي البلانت، هذا الموديل تبع البلانت اللي انا حطيته عندي في الكنترولر. هاي مش بلانت حقيقيه، هذه موديل للبلانت. ما انا المفروض حتى اعمل اوبزرفر ايش لازم اكون عارف؟ لازم اكون عارف البلانت الاصليه او عندي موديل شبيه. هلا ممكن يكون في خطا فيه مزبوط، الانيشال فاليوز بالبلانت ممكن ما تكون زيرو، مظبوط. فهذا السبب انه حطينا احنا واي ماينس واي هات. في سببين، ايش هم متذكرين؟ يلا يا رامي، انت رامي؟ ايش اسمك؟ مصعب. ايش الاسباب ليش حطينا واي ماينس واي هات؟ كان بامكاني ادخل يو وخلص يطلع معي واي من هون. في سببين، ايش هم؟ ما بنعرف الموديل الاصلي، ممكن يكون في خطا بالموديل اللي احنا حطيناه هون مقارنه بالموديل الاصلي. والسبب الثاني الانيشال كونديشنز هون ممكن يكونوا مش زيرو. انا ما غيرت الموديل هون. هلا انت بامكانك اذا بدك تتاكد غير الموديل شوي، ما تغيره كثير، غيره شوي انه في خطا بسيط. او راح نحط احنا هون انيشال فاليو نون زيرو. طرحنا واي ماينس واي هات، ضربناها في ال. هاي ال معموله بحيث ما تكون هاي اسرع من مين ب 10 مرات بهاي الحاله من البلانت. بس لما نبني كنترولر بدها تكون اسرع 10 مرات من كنترولر. هلا انا عملت شيء هون، قلبت هدول الاثنين. هون بيطلع معي اكس 1 واكس 2، مش هيك؟ هدول اكس 1 وايش؟ اكس 1 واكس 2 ايش؟ هات. فاخذت اكس 1 هات طلعتها وقارنتها بمين؟ اكس 1. واخذت اكس 2 وقارنتها بمين؟ اكس 2 هات. فهي صارت اكس 1 اكس 1 هات، which makes more sense. وهي اكس 2 مع اكس 2 هات. هلا المفروض بعد فتره حسب تعريف الاوبزرفابيلتي، ايش قلنا الفول ستيت اوبزرفابيلتي؟ انه بامكاني اني اعرف قيم x1 و x2 من مراقبتي الى y بعد فتره زمنيه، مش انستنت، مش مفاجاه، بالسرعه اللي هي العشر مرات اسرع من البلانت. اذا نعمل رن بهمنا نطلع على اذا ضبطوا x1 و x1 هات و x2 و x2 هات، معناها منطقيا رح يضبط معي y y y هات. هي نطلع الان هون على x1 و x1 هات، بتشوفوا هاي في البدايه بدو وضعهم مختلف. هلا مين بدا من زيرو؟ الاستيميتر الاوبزرفر بدا من زيرو، ما بعرفش ايش احط له، حطيت له زيرو. مين اللي بدا من بوينت 1؟ البلانت. البلانت بدات من بوينت 1. هي هذا انحرف هيك نزل، هي انطبقوا تماما على بعض. تقريبا قديش الزمن اخذوا حتى انطبق عليه؟ تقريبا 0.8 سكندز بهاي الحاله. نطلع على x2 x2 هات، هذا تعريف الاوبزرفابيلتي. هاي الاوبزرفابيلتي امامكم شايفينها، هاي هي الاوبزرفابيلتي. الاوبزرفابيلتي اني انا اقدر اعمل تراكي وانا ما راقبت x1 و x2، ما في عندي كونكشن، ما فيش عندي سنسر يقيس x1 و x2. كيف قدرت اعرف x1 و x2؟ من مراقبتي لمين؟ لواي ومعرفتي للموديل. اذا ما عندي موديل راح يكون صعب، بدي لازم الاقي الموديل او شيء قريب من الموديل. هلا نفس الشيء هون، الاوبزرفر الانيشال فاليو تبع الاوبزرفر بدا من زيرو، ما عندي شيء ثاني احطه. البلانت من وين بدت؟ من بوينت 1. هي نفس الشيء من هون تقريبا عند النقطه هاي انطبقوا اثنينها بعض. هلا انا على فكره ماشي هون عندي نفس الفاليو تبع اكس 1 وهون عندي اكس 2 وهون عندي نفس الفاليو تبع اكس 2 باستعمال اوبزرفر.